كن فين. ومعانا فقرة اقتصادية، اقتصادية عائلية مش اقتصاد بلد. يعني ايه؟ ربنا رزقني يا رب ان شاء الله بعشرين خمسة وعشرين الف جنيه، اروح اجيب بيهم اربع خمس جنيهات ذهب ولا احطهم في البنك ويبقوا دول بالنسبة لي يجيبوا لي عائد؟ الذهب احسن ولا الفلوس؟ معايا 300 الف جنيه النهاردة بالعائد في البنك ممكن يوصل لي 20-25%، اخليهم فلوس ويبقى عندي دخل في الشهر، ولا اروح اجيب بيهم شقة واقول قيمة الجنيه بتقل؟ طيب الشقة دي لما تتأجر ل 300 الف جنيه هتجيب لي العائد اللي بيجيني؟ قرارات بسيطة لكنها مش سهلة، لان هي بالنسبة للبيت والعيلة قرار حيوي. علشان كده معانا المستشار احمد خزيم رئيس منتهى التنميه والقيمه المضافه عشان يقول لنا نعمل ايه. اهلا يا سيد المستشار، ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ هيا يا فندم، ال 20000 جنيه اللي معايا اجيب ذهب ولا اخليهم في معايا ولا اعمل ايه؟ وقبل الارقام اتفضل. احنا الان ما بعد عصر تعويم او تحرير سعر الصرف، ايوه، يختلف على ما قبل تحرير سعر الصرف. ما احنا بنتكلم على الوضع الحالي، كل مواطن وعلى وعلى مصر. احنا عايزين على الحالي. وبالتالي انطلاق النقاش عشان نقول ان الدنيا بعد كده لازم الناس تبدا تتعود على انها تاخد، نعلمها ببساطه، تاخد القرار الافضل في مدخراتها. كويس قوي، دي جنب. تمام. والجنب التاني انها عليها انها تعيد تاني التفكير في ثقافه انها ازاي تزود دخلها هي شخصيا. كويس، احنا خلينا دلوقتي في المدخرات. حلو. حضرتك الذهب من فترة مش طويلة حصل له انهيار كبير جدا في السعر، وكان زمان الناس بتقول الذهب زينة وخزينة. صحيح. فهنا اصبح سعر الذهب مش خزينة بقى، وبعد فترة بسيطة الذهب عالي قوي والجنيه وقع قوي، فاصبح يا ريت كان الواحد حط الفلوس في الذهب. الاجابة ايه؟ الإجابة باختصار شديد، حتى اللي اخترع علم المال في الدنيا كلها خلى الغطاء بتاعه، لأنه ده أقدم وأثمن أنواع المعادن اللي هو الذهب. حتى دي القاعدة اللي على أساسها بتوضع احتياطيات الدول. فالذهب كمخزن للقيمة لما يجي لحظيا، عشان اللي انتوا قلتيه حالة لحظية إنه بيهبط، واخد بالك؟ ده لحظي، ده لحظي تماما، لأنه أصلا حتى الدولار ده استمد قيمته على مستوى العالم كاحتياطي نتيجة انه تلتين. طب حضرتك تقصد ذهب جنيهات ولا ممكن نلبس كده ونتزين يعني؟ بشكل طبعا يختلف. اي ذهب؟ اي ذهب. ده اولا. الحاجة التانية لما باجي اقيس المدخرات بقيسها من كذا زاوية، لان انا عندي العملة دي ليها قوة شرائية، يعني الجنيه بيفضل جنيه. مظبوط. فالجنيه اللي كان بيجيب لحضرتك اربع وحدات من حاجة فبقى يجيب ثلاثة، مش الحاجة غلت، القوة الشرائية بتاعته قل. فلما اجي انا النهارده اخد قرار في النهارده الناس قدامها فايدة تحطها في البنك، مش كده زي ما حضرتك قلت؟ ايوه. وممكن اشتري شقة، لان يختلف من كيس لكيس حسب الفلوس. مزبوط. اللي في ايدي. مظبوط. طيب، لكن لما اجي اقول مثلا النهارده انت لو الرقم ده يساوي بين ثلاث حالات عشان ياخد القرار، ايوه، يشتري شقة ولا يشتري ذهب ولا يحطهم في البنك، يختار ايه في الثلاثة؟ تمام. طيب، هقول دلوقتي انا هعلمه، انا ممكن اقول لك على طول بسرعه بس عشان نعلمه. لما احطه في البنك ده النهارده هو بينتظر منه العائد بتاع الفايده، عائد الفايده اللي موجود ايا كان الرقم، يزيد او يقل، تمام، لن يؤدي لي نوع من الزياده في المبلغ. في المبلغ. مظبوط. قصه محتاجه شرح طويل. لا، والطبيعه المصريه هيقول لك ده من الفوايد اصرفه، ده يعني كمان حتى هو كل جزء بيزيد في فايدته هو بيقل في القيمة الشرائية بتاعت الجنيه، لأن أنا عندي معادلة النمو والتضخم، ودي قصة هنخش في ألفاظ يعني إحنا عاوزين حاجة فعلا بسيطة. أدي البدائل. تاني بديل قلنا إنه النهارده هو هيشتري ذهب. أيوه. خلاص؟ ده هيشتري ذهب، وفي الآخر هو في أي وقت هيروح يجيبه، هيروح يبيعه، فهيتحول لسيولة، هي قيمة الأصل في قيمة السيولة هتتحول لسيولة. وسهل البيع وصعب. خلاص. طيب، أنا المبلغ اللي عندي ده بقى عايز مدة اختزانه قد إيه؟ يعني أنا شايف بنتي هتتجوز قريب، تمام؟ فما اروحش اشتري شقه، خلاص اشتري ذهب. اشتري ذهب، خدي بالك بقى، لان الاختزال بس هنا بقى اكيد ذهب جنيهات عشان ما اخسرش مصنعيه. برضو ايا كان، انا بنقول ايا كان، ايا كان، ايا كان، ايا كان. ليه؟ لان هو برضو في الاخر بقول لك
في الاستثمار دايما، الادخار دايما، احنا بيفوت علينا نقطة مهمة جدا، مش بس الرقم والوقت، انا محتاج اشيل ده واحتاجه امتى. لو مدة طويلة هنا لما اجي اقول انا البديل الثالث اللي هو الشقة، الشقة اقدر اجرها فهتجيب لي رقم، مش مهم بقى صغير او كبير، أنا بس في دخل جاي هكلمك حاجة. والشقة في حد ذاتها لان في طلب ممدود على الاسكان في مصر، مفيش شقة بتنزل سعرها، ففي حد ذاتها كمان جوه قيمتها بتزيد، يعني سي اشتريتها بنص مليون، اما اجي ابيعها هبيعها ب 600,000 مثلا لو فتره قريبه، لو فتره ابعد هبيعها بالدبل، فهي جواها حاله من ايه؟ الفايده المتراكمه في قيمتها، الفاليو بتاعها بيزيد. خلاص؟ يعني المبلغ بتاعي بيزيد. الرقم بيزيد. اللي انا حطيت فيه نص مليون جنيه، لو ابيعها بعد سنتين هبيعها مثلا ب 750,000، انا بحاول اضرب امثله قريبه. مظبوط. غير ان انا في السنتين دول اجرتها مثلا ب 2000 جنيه في الشهر. طيب برضو ارجع لسؤال تاني. اتفضل. لو ال 750,000 دول موجودين يروحوا يجيبوا بيهم ذهب ولا يجيبوا بيهم شقه؟ برضو نفس القصه. بقول لحضرتك لو كان انت لو عايزه كان عايزه سيوله من الادخار بتاعي ده انت احنا قصرت المدى. السيوله ليه؟ اما ان انا عندي ابن لسه بيتعلم فالمسافه طويله. مظبوط. اما ان انا النهارده المبلغ فائض، بنت هبقى اجوزها يعني، وهكذا. وممكن يكون فائض او فائض، ما هو برضه فائض انت محتاجاه امتى؟ مظبوط. يعني محتاجه تعملي بيه ايه او تعملي عليه تراكم عشان تعملي ايه؟ اصل انت ما بتظليش في دايره سيوله، فلوس بس، فلوس فلوس، طالما عندك دخل فانت عندك اللي بيأمن معيشتك، لكن بتطوري املاكك او أيوة. او يعني عربيتك تغيريها، بقى تجيبي شقه افضل، تجيبي ذهب وهكذا. وبرده لما بتجيبي ده بعد شويه لما المبلغ بيصل لحاجه معينه جدا، فممكن يجي حتى الجيل الثاني ولادك يروحوا عاملين شركه. تمام. وبالتالي المده مهمه جدا في القرار. لكن خلينا عشان يبقى المواطن البسيط قدامنا. ايوه. انا بختار بين بدائل في مساحه سنه، خلينا الوحدة الصغيرة سنة. مظبوط. عشان الناس تقدر تستوعب معانا. أيوة. أنا النهاردة لو أما بيكون عندي رقم يقدر يجيب لي النهاردة بيستغنى عنه لمدة سنة، أقرب حاجة لي أنا أحطه في حاجة مغزى القيمة اللي وداها، فهو رقم واحد في الاستثمار أحسن من البنك طبعا. تمام. طبعا البنك معادلة تانية وقصة تانية، وإحنا بنتكلم مع المواطن البسيط وهيعوزه بعد سنة البنك. خلاص. الفوائد العالية كمان شهادات بس أنا مربوطة. عايز أوضح نقطة عشان البعض الاقتصادي ما يقولكش، لان كميه المدخرات اللي بتدخل الى اوعيه البنوك هي اللي المفروض يتم التنميه بها بالاستثمار، يعني عشان نتكلم كلام علمي. بس خلينا كده على جنب نتكلم على المواطن البسيط، وبرضه مخزون كميه الذهب اللي موجوده في البلد جزء من رصيد الذهب من الناتج القومي، بس عشان يبقى نريح بعضينا. أيوة. عشان ما حدش يلقي نظره يعني اعتراض او سلبيه على الفكر. أيوة. خلاص، لان انا في الجزء الثاني في جزء يعني يطول في النقاش، كيف انا بستخدم اموال الدوله في مسائل التنميه. انا بتكلم عن السؤال الفرد البسيط، واحد عنده حته ارض تمام ماجرها. أيوة. تمام. او النهارده واحد يجي ينصحه يقول روح بيعها. تمام. تمام. يعني فاهم ازاي؟ فلا القرار ده غلط والقرار ده غلط، الاثنين غلط. ايوه. ليه؟ لان انت النهارده وانت ماجرها، سؤال بسيط جدا لاي حد سمعنا دلوقتي، كويس. اللي واخدها منك ده مش شخص. مظبوط. وبيديك فيها رقم مثلا زي ما اي رقم بيدولك. أيوة. هو بيكسب كمان بعده. ايوه. طيب كويس، يبقى هي المساله. بس ممكن حاجه تكونش مهنتي زراعه الارض يا فندم، وممكن يكون عندي وظيفه اخرى بتجيب لي دخل. في ظل اللي انا بتكلم فيه ده، النهارده اصبح انك انت النهارده الناس بتعمل، حضرتك بتشوف الناس بقت تعمل حاجات ما تقدريش تستوعبيها. في حاجات ان انا النهارده اقدر اجيب اللي يزرع لي من غير ما اجر له، يعني اجيبه كمزارع بزرع، يعني اللي هو بتسميها على تنفيذ ذاتي. لان انا قلت ببساطه لو ما تعطينيش انه ايه، هل ده مش بيكسب؟ بيعمل فيها ايه؟ بيجيب حد يزرع له وات ايفر. خلاص. طيب هتقولي لي طب وقرار ابيعها انا ماليش في المهنه دي. خلاص. قيمه اي اصل دايما بتزيد، الاصول قيمتها بتزيد، ودي احنا شفنا بعد التحرير، يعني النهارده يعني معظم الحاجات اسعارها نزلت. أيوة. يعني كقيمة فلوس. هي قيمة فلوس. كقيمة فلوس. مظبوط. خدي بالك عشان في نقطة مهمة جدا، ان انا النهاردة الجنيه فقد 60% من قيمته. ايوه. خلاص. وانا كان عندي مستثمر مثلا عربي، فكان جاي وبيقول لي، قلت له حاسب، الاستثمار في مصر في صالحك، قبل ما يبقى في صالح مصر، هو في صالحنا بس برضه كمان في صالحك. قال لي ازاي؟ قلت له انت السنة اللي فاتت كنت عندي، كنت جايب 2 مليون دولار عايز تعمل مصنع اثاث ومصنع حلويات. كانوا بكام ال 2 مليون دولار؟ كانوا ب 16 مليون جنيه، النهارده ب 40 مليون، يبقى مين اللي كسبان؟ انت كسبان، انا بديك نفس الاصول بنفس ال 2 مليون بتوعك. مفيش حاجه عليه. يعني بس عشان ايه؟ نقرب الفكره للجمهور. ايوه. ايوه. في تحرير سعر صرف المول في حاجتين يعني برغم كل المشاكل. خليني بس ما بعدش عن الحلقه بتاعتي. وبالتالي هنا اقول ايه بقى؟
انا بخليها لانها برضو ثروه وقيمه الارض هتزيد مع الاجيال مع اولادك. فخلاص هتقول لي ابيعها احط فلوسها في البنك، فلوسها في البنك ما انت عندك القوه الشرائيه بتاعت الجنيه طالعه نازله واي عمله يعني. ايوه حسب الحاله الاقتصاديه للبلد، وحاجه مش في ايدك انت كمواطن. مظبوط. خلاص يبقى انا لا بعت خليتها اصل احتفظت بيها ولا جيت على الايجار. مش قصه بسيطه جدا ان انا اجيب زي ما بيقولوا ايه اشتري بقى، اجيب الراجل اللي بيفهم في الشغلانه دي وبايجاره يعني اوظفه وهيبقى كسبان برضه وارتبط معاه بالانتاج وهيبقى كسبان. تخيلي مثلا لما يبقى عارف انه كان دي متاجره ب 400 جنيه مثلا. خلاص هو عارف. ولما اجي اقول له تعالى والله دي كانت ب 400 جنيه لو جابت لي 600 انا هقسم معاك. خليني اقرب المثل. فبدل ما كانت بتجيب له 400 هتجيب له 500. ايوه لانه هيقسم معاها هيدي له حافز. أيوة مش كده؟ ويظل وده يتطور. ده هو القيمة المضافة أو الجملة الحقيقية من كلمة القيمة المضافة اللي الناس فهمتها غلط بعد إيه؟ ضريبة القيمة المضافة. طبعا. القيمة المضافة حتى على مستواك أنت الشخص، إنك النهاردة بتطوري أدائك تمام في مجال معين، أو يبقى عندك وقت لسه فاضي فاضي بدل ما بتضيعيه فتعملي منه مثلا حاجة مكسب فتبقى قيمة مضافة للوقت. وأنا بشرحها عشان جمهورك الكريم بقول قناة السويس بقى لها 145 سنة في مصر تستخدم ككارتة مرور تعدي من القناة. لما بنعمل المشاريع الحالية دي دلوقتي اللوجستية أو شرق التفريع على نفس القناة فبنرفع من نفس القناة اللي إيرادها قيمة إضافية. خلي بالك بقى ما احنا بنقول ايه قيمة مضافة. تمام. هي ليها قيمة بتجيب لي كام؟ 5 مليار دولار في السنة. اللي هنعمله عليها ده هيجيب لنا 60 مليار، يبقى كام؟ ضعف من المرور. اضفنا عليها خدمات اللوجستيه للمراكب اللي بتعدي فبقي ايرادها اللي بيجيب 5 بقي 50. تمام. شفتي قيمه مضافه عملت ايه؟ أيوة. طيب حضرتك عندك 10 ساعات في 6 ساعات بتعملي فيهم شغلك في 4 ساعات فاضيين، عندك مثلا ملكه معينه تشتغلي كنفه بتعملي ترسمي على الازاز بتعملي حاجات تراثيه، حولي الهوايه دي لانتاج انت بتحبيها. هتعمل لك ايه؟ هتهتمي بيها وتجوزي هتجيب لك دخل اضافي. أيوة. عشان كده قلت ما بعد سعر التعويم في ثقافة المصريين لازم نرجع للخمسينات، الست في القرية تفكر تاني ترجع تربي شوية الكتاكيت تبدأ تعمل مشروعات صغيرة كذا ليها بقى بعد أهم من ده. أيوة. أهم من زيادة العائد، ثقافة الأولاد اللي في البيت بتطلع على ثقافة الإنتاج فبيعرف قيمة القرش بيجي إزاي وما بيطلعش يشتغل برضه بثقافة الريع يبقى سمسار يبقى بروكر لا يشتغل هيبقى منتج. منتج والثقافة دي هتتسرب ليه بطريقة ناعمة جدا وده اللي بيخلق رواد الاعمال وده اللي يخلق بلد. اليابان بدات كلها بعد هيروشيما على المشروعات متناهيه الصغر والصغيره وسنغافوره وماليزيا وكل اللي احنا بنتغنى بيه جنوب شرق اسيا لما اهتموا بالصناعات متناهيه الصغر. انا عندي الصناعات التراثيه في مصر كفيله بانها ترفع الناتج القومي بالارقام. خلاص وبالتالي لما اقول لك عندي مجتمع بيتميز في الصعيد عندي سياحه وتلت اثار العالم مش عايز احكي. ارجع تاني. طب حضرتك لو عايزه احط كمان اختيار رابع، لو ست البيت طبقا لكلام حضرتك بتنصحها انها تعمل اي انتاج من اي نوع ويبقى ده بيديها عائد اضافي اللي احنا بنسميه قيمه مضافه. طيب هل هي بقى لو معاها المبلغ ده تستثمره في مشروع ولا تجيب بيه ذهب؟ كويس. هنا بقى هنقف قدام اللي انت قلت عليه. اولا ست البيت المصريه من اذكى سيدات العالم بتدير في ظل ظروف اقتصاديه وبتمشي بيوتها. تمام. وكمان بالنصيحه بالمره يعني النهارده على سبيل المثال يعني النهارده كل منتج عندنا من الخضروات والحاجات دي بيبقى ليها موسم. ايوه. كان زمان في عندنا القرار وقطد التخزين. ايوه. يعني انا النهارده لما اشتري البصل في الموسم بتاعه او الثوم او بيبقى ارخص بكتير جدا واخزنه. خلاص هيبقى لما اجي الثقافه المهمه اللي كانت اهالينا يعني فبالتالي دي بتوفر عليكي رقم ضخم جدا وبتفيد الدوله ان ما يبقاش في ضغط في داخل رمضان فالناس كلها راح تشتري. طب ما انا عندي الحاجات دي متخزنه ريد كي يعني ده جنب. الحاجه الثانيه بقى ما تيجي تقولي لي ست البيت، ست البيت دلوقتي من اول ست البيت اللي في القريه تمام دي ست بيت لغايه الست الحضريه وهكذا. أيوة. لو هي النهارده معاها وقادره تعمل يعني انا لما تكون قادره في الست في القرى تقدر تعمل مشروع صغير جدا يبقى تمام طبعا أولى. يبقى افضل. ليه؟ مزبوط. كل مشروع عامل زي الطفل
اذا يعني اتعمل صح واتعمل له حضانه صح هيكبر معانا. وطبعا لسه في تاني يعني دلوقتي في متسع اقول لك ان الدوله عليها دور. ما احنا ان شاء الله هيبقى يكون بيني وبين حضرتك حلقات كتير في كل ما يهم الاسره. المثل بتاع حضرتك بينطبق عليه، اديكي سمكه ولا اعلمك الصيد؟ علمني الصيد. مش كده؟ مش ده اللي موجود على السوشيال ميديا؟ وبالتالي انا النهارده كل مجتمع، ده احنا ربنا مدينا ميزه في مصر يا جماعه مش عارفين نستغلها، ان كل منطقه وكل اقليم ليه. يعني لما تيجي في موسم المناطق الدلتا اللي فيها الزراعه، قلت لك الزراعه دي نفسها، الزراعه نفسها ده ناتج، والتصنيع الزراعي ده مكسب. مش زمان كان في الستات اللي بيعملوا الزبده وبيعملوا الجبنه وبيعملوا القشطه، مش كده؟ والحاجات المنتجات دي حاجات المنتجات اللي بيعوها ده مش كل ده كنا ما كلنا من يعني اولاد خوره حتى لو كنا جذورنا يعني. تمام. وانا عند الصعيد النهارده كل الناس بتاعت البذره بتاعت الهاند ميد وبتاعت اخميم والحرير وممكن اقول الكلام للصبح طبعا. وعند منطقه القناه النهارده فيها ابداعات غير عاديه جدا. وبالتالي لو احنا ما حاولناش ده الثقافه، لان انا مش بس كمان اعد فلوس، الاقتصاد مش محتاجين ننتج، الاقتصاد علم تاثير. فانا عايز اربي، عايز تعملي مشروع صغير يكبر ويكبر مع اولادك خلاص، وفي نفس الوقت تعلمي اولادك. المستشار احمد خزيم انا بشكر حضرتك جدا، واحنا الخلاصه لو معاكي قرشين ومش مستعجله عليهم وهيقعدوا مده طويله اشتري عقار او ارض، ولو بسرعه اشتري ذهب، والاحسن من الاثنين فكري في حاجه تنتجيها ولو بسيطه. مظبوط. نطلع فاصل نطلع فاصل ونرجع تاني، وان شاء الله فقره جديده ومعانا الدكتوره فاطمه نعود والشيخ محمد عبد الله نصر. ابقوا معنا.